تحقيق مجموعة من الأفراد يريدون تحقيق هدف معين مشترك فيما بيناتهم يسمى منظمة. أهمية التمكين الإداري في العلم الحديث أمر لا بد منه لإدارة المؤسسات الرصينة والتي تعتبر العتبة العباسية المقدسة منها، وما يلاحظ خلال انعقاد هذه الدورة من تبادل للخبرات في مجال الإدارة الناجحة، ما هو إلا دليل حي يبرز من خلاله مدى إصرار القائمين على إدارة العتبة المطهرة للتطوير في شتى المجالات، ليترجموا لنا إبداعات أخرى تخدم الزائرين من جهة والبنى التحتية من جهة أخرى. انسجاما مع الرؤية التطويرية للعتبة العباسية المقدسة في تحقيق التنمية المستدامة وبرعاية قسم التطوير والتنمية المستدامة، بث ولبث فكرة البناء الفكري الإداري الصحيح والتمكين الإداري المتطور لرؤساء الأقسام ومسؤولي المتواجدين في العتبة، تقام اليوم دورة بعنوان هو عنوان حديث ينسجم مع الواقع لبناء مستقبل أفضل ولتحقيق أفضل التميز وأفضل الأداء المستقبلي وتحقيق نموذج الأداء العالي. اليوم احنا بمحاضرة حول البناء الإداري من خلال نظريات الإدارة الحديثة، بالتطرق إلى موضوعات، بالتطرق إلى مصطلحات ومفاهيم إدارية حديثة ما توصلت إليه من حافات المعرفة، من حافات العلوم، لتحقيق البناء الفكري الإداري اللاملموس الذي يقود إلى 90% من الأداء الفعلي الملموس. من خلال النقاشات التي تطرح والأسئلة التي تدار، لا نخفي سعادة كهذه أننا نلاحظ أن ملاكاتنا الإدارية واعية جدا وأنها تقف على أرض مكينة، وأن ما تطرحه من أسئلة ينم عن وعي إداري رصين. حقيقة دورة التمكين الإداري اللي يشرف على تنظيمها قسم التطوير والتنمية المستدامة تنفيذا لتوجيه سماحة السيد أنتجت مستوى عاليا بالحقيقة من التفاعل فيما بين المدربين والمتدربين، وأنتجت أيضا مجموعة ممتازة من الأفكار اللي بالإمكان أن تطبق مستقبلا لتحسين الأداء في مختلف أقسام العتبة. طبيعة المواد اللي عرضت في الدورة فتحت هذا الأفق وهذا المجال لأن تكون دورة تفاعلية نرجو أن نقطف ثمارها بإذن الله. يحتاج الإنسان في مجالات حياته كافة إلى تطوير مهاراته وتحديث معلوماته، ولا شك أن كل دورة لا تخلو من فائدة بهذا المعنى، فهي دورة تطويرية تنموية يستفيد منها الإنسان في تحديث منظومته المعرفية وفي اكتساب مهارات جديدة ومعارف جديدة، وهذا توفره هذه الدورة، وإن شاء الله سيستفيد منها الأخوة جميعا بإذن الله في تحقيق أهداف هذه الدورة، وهي أن تكون معلومات الإداري معلومات محدثة ومواكبة للتطور ومجددة ينتفع بها في مسيرته العملية في إدارة قسمه أو المكان الذي يليه.